الكل يعتقد أن الأمية موجودة هي في الأرياف، في الهضاب، في الأماكن البعيدة اللي ما توجد فيها خدمات، بل أنه وجدت الأمية موجودة بنسبة كثيرة في المدن. تحصل واحد شاب ما مسك القلم 15 سنة فيكون خلاص، يعني هذا محسوب شبه أمي أو إن لم يكن أمي يعني. فادي حسين بفضل شاب بسيط جدا من أبناء مدينة المقلة حي الصيادين، خريج جامعة حضرموت بكالوريوس محاسبة. طبعا أنا من عشاق المقاهي وعشاق كرة القدم، عندي يعني أحب العلاقات الاجتماعية مع الشباب. جت لي الفكرة وأنا كنت ألعب ورقة في مقهى الباطنية، كان الشخص اللي قابلنا جت له رسالة بالجوال وأنا استغربت، وقف اللعب، حسيت أنه يقرأ بصعوبة كأنه رسالة بالإنجليزي، فأنا سحبت التليفون منه حصلت رسالة بالعربي. قلت له يا أخي رسالة بالعربي إيش فيك يعني؟ قال لي لا تحرجنا ما نعرف نقرأ ولا نكتب. هذا الموضوع اللي حز في نفسي، ومن هنا انطلقت الفكرة من مقهى لشرب الشاي. فقلت كيف أساعد هذا أخي؟ فتحريت، أول شيء سويت مسح في الحافة أو سويت مسح في المقاهي، حصلت نسبة أعداد كبيرة ما تعرف تقرأ وتكتب. رحت اجتهدت وبحثت عن تمويل، رحت مؤسسات كبيرة داعمة في حضرموت، فكلهم يقولوا لي أنت فرد، ما ندعم أفراد، نحن نتعامل مع مؤسسات. فرحت عن مجموعة من التجار، جت فرصة حصلتهم موجودين في المقلة، رحت لعندهم شرحت الفكرة لهم، فطبعا ما صدقنا البداية أنه في المقلة أعداد كبيرة أمية مش معقول. فقلت لهم تعالوا شوفوها بعيونكم، فجو وشافوا وانصدموا وجلسوا معاهم وسألونا يعني انه هل في كثير؟ قلت لهم يعني ما شاء الله مليان، وهذا استماراتهم وانا كنت جاهز بكل شيء. اشد الصعوبات اللي واجهتنا اللي هو كيف تقنع الشاب انه يجي اصلا، هذا هي مشكلة، هذا المشكلة الاساسية، كيف تقنع واحد يعني القلم ما مسكه 15 سنة، كيف تقنعه انه يعيد؟ نجي نسمعه نقول له اول شيء نحن محتاجين انك تكون تواصل تعليمك النظامي، نقنعه. طبعا تحصل واحد مثلا حد سابعة، حد رابعة، حد في الثانوية، بعضهم يدرسون طول، منهم أمي منهم ضعيف، نحل المشكلة حقه ونقول له كم درستك، نقنعه ونفهمه ايش يسوي في مدارس نقابية، في جهاز مركزي المحو الأمية، وفي ثانويات مسائية، نقنعه انه يلتحق. بعد ما يلتحق نوصله للجامعة. الجانب الآخر هو الجانب المهني. نحن أول شيء نقول له إيش أنت تحب من دورات، إذا بعضهم يحب التعليم خلاص تعال هنا، التحق بالدورات المهنية التالية، كوفير البنات وحنة والشباب، تمديدات كهربائية، سباقة وما إلى ذلك. فيقتنعون الشباب يختارون الخطين، يا أما مواصلة التعليم يا أما الدورات المهنية. اسم سالم عمر عبد الله بداك، من مواليد المقلة. طبعا درست اول مره درست عند الحكومه فتره وانقطعت ورحت نعمل الشاق، ورجعنا برضو درس في الاحلميه وانقطعنا بالاحداث، وانقطعت ودرست ثاني مره مع في المؤسسه عند استاذ فادي، وجات احداث ثاني مره وانقطعنا ورجعنا لصيد سوق الصيد، وحصلنا أستاذ فادي في السوق الصيد قال لي وما رأيك ترجع للدراسة، والحمد لله رجعنا من دورة ألف باء وتوفقنا، ودورة الكتابة والقراية والحمد لله، ودورة إنجليزي والتنمية البشرية، والآن الحين لحد الآن في دورة الكهرباء والحمد لله، يعني ما شاء الله الكهرباء برضه، ونتمنى من الله نوفقنا احنا ونطلب دورات أكثر من تريفيز. ومن ضمن هالمواقف اللي تعرضت لها في البداية لما كنت ما نعرف لا نقرأ ولا نكتب، جاب واحد ورقة كده وأنا نمليه ما عرفت إن كتبت اسم جدتي بالغلط، والحمد لله وعدت المهم بس روانة يا هو. ولما توفقت وديه في الدرارض المواقف حصل لي هذا ما بنساه طول، كنت لما نتعلم ألف باء في المسجد
نقرا الف بين تعلم جي واحد كذي استهزاء بك حق سخرين سني كبير من الف بين تعلم. خليت الامور عاديه والحمد لله. جاءت الايام ودارت السنين جاء دعم. لما نجوا قدموا اوراق انا شليت ورقتي وعبيتها والحمد لله واعطيتها الشخص المسؤول به. جيت حصلت ذاك بجنبه انا قال له انا ما عرفت قال له شفت قلت له شفنا كملت حقي الحمد لله. يوم درست الف باء شفنا كملت حقي وانت جلس ذا. ونتمنى من الله ان الجميع يتعلم. حتى في الاسلام يحثنا ان احنا نتعلم. اول ما الف البخاري كتابه قال اعلم رحمك الله انه لا اله الا الله اي بدا بالعلم. طالب محمد احمد عوض غصان التحقت بمؤسسه قلم الابداع عن طريق الاستاذ فادي بافضل. وعن طريق هذه المؤسسه دخلت من اجل تقويه القراءه والكتابه والحمد لله استفدت من هذه المرحله. وبعد القراءه والكتابه انتقلت ايضا الى دوره اللغه الانجليزيه وبعدها التنميه البشريه وبعدها ايضا دورة الكهرباء. فدورة الكهرباء استفدنا أكثر وأكثر كنا ما نعرف هذه المجال ولكن الحمد لله تطورنا بفضل الله ثم بفضل الأستاذ أبو شيخ في هذا المجال. ونحن أيضا نشكر جميع الداعمين على هذا المؤسسة الذي دعموا من أجل أبنائهم وأيضا من أجل الاستمرار في هذه الدورات. تعليم الفتاة نحن بحاجة في المنطقة الريفية إلى معلمة إلى دكتورة إلى لا. نحن وفرنا بيئة ماشي حذر لك نجيب لك معلمة ماشي عندنا اختلاط نمشي بالفكر اللي يبغونهم. طبعا نحن عندنا قصص نجاح كثيرة عند مخرجات قلم الإبداع. نحن شغالين من 2011 لهذه اللحظة. عندنا منهم من أكمل دراسته وواصل دخل الإعدادي والثانوي بل الآن في الجامعة. ومنهم من دخل في الجانب المهني ومنهم من فتح مشاريع صغيرة ومنهم من التحق بالجهات الحكومية ومنهم من أصبح إنسان منتج وفاعل في المجتمع. نحن دربنا إلى الآن أكثر من 3200 شاب وفتاة في الدورات المهنية والدورات التقوية القراءة والكتابة. نحن عندنا طموح في المؤسسة إنه ليش لا من طلاب قلم للإبداع يخرج منها المحافظ يخرج منها القائد اللواء الدكتور المعلم المدرس ويكون لنا حضور في المجتمع. أتذكر أنني في تيدكس المكلا قلت حلمنا أن نخضع الأمية في حضرموت بحلول عام 2020. حلمنا أن تكون نسبة الأمية في حضرموت 0% بحلول عام 2020 لا للأمية في حضرموت. لكن هذا كان في 2015 وكنا جادين ومتحمسين. في الفترة اللي قررنا أن احنا نمشي على حلمنا جت الأحداث من 2015 إلى هذه اللحظة لكننا مستمرين في تحقيق الحلم. هذا الحلم الرئيسي اللي نشتغل عليه. أنا نفسي حتى قلم الإبداع يكون على مستوى الوطن العربي ليس فقط على مستوى اليمن. والله من ضمن الأشياء الجميلة اللي في قلم الإبداع اللي أنا أثرت فيني أنه طبعا لما تكون أعمالك موجودة في المجتمع الآخرين يتحدثون عنك. فجأة تلقيت دعوة بالإيميل أنه ليش ما تشارك في جائزة الشيخة فاطمة للشباب وكذا. فجت لي الفرصة هذه وغيرت حياتنا كثيرا. فاشتركنا في هذه الجائزة وتلقيت اتصال منهم أنه الشيخة فاطمة اختارتك ضمن أفضل عمل أفضل 10 أعمال مجتمعية في الشرق الأوسط. فجأة اتصلوا بي قالوا لي مبروك الشيخة بنفسها اختارتكم أفضل عمل مجتمعي في الشرق الأوسط في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية 2015. مؤسسة قلم الإبداع من جمهورية اليمن.
نقف عند ذلك. كرمتني جامعة الدول العربية كأفضل شاب عربي في مجال العمل التطوعي، وكذلك في الإسكندرية مؤسسة كرمتني أفضل شاب في العمل التطوعي، وكذلك اليونسكو اختارنا احنا ضمن أفضل 63 برنامج على مستوى العالم في جائزة اليونسكو الدولية لمحو الأمية.